بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل التوبيك اللي بدأناها المحاضرة اللي فاتت، اتكلمنا عن الويلدينج بروسيسز. هنكمل النهاردة إن شاء الله كلامنا وهنشوف مجموعة أخرى من عمليات اللحام المختلفة. في البداية كده هنفتكر مع بعض الكلاسيفيكيشن اوف ويلدينج بروسيسز، تقسيمة عمليات اللحام. احنا اتكلمنا قبل كده على انه عندنا نوعين من انواع عمليات اللحام. النوع الاول اسمه الفيوجن ويلدينج بروسيسز او عمليات اللحام بالصهر. عمليات اللحام بالصهر بتعتمد على الهيت، الحرارة، علشان يحصل ميلتنج للميتال وبعد كده تتكون الويلدينج جوينت. عمليات اللحام بالصهر او الفيوجن ويلدينج بروسيسز بتعتمد على الحصول على الحرارة او الهيت من مصادر مختلفة، واخدنا مثال على العمليات دي الاوكسي اسيتيلين جاز ويلدينج اللي بنعتمد فيها على الهيت اللي جاية من الاوكسي اسيتيلين فليم، وكمان درسنا عمليات الالكتريك ارك ويلدينج اللي الهيت بتنتج فيها من خلال القوس الكهربي. المجموعة الثانية من عمليات اللحام هي البريشر ويلدينج بروسيسز، عمليات اللحام بالضغط. العمليات دي بتعتمد على تأثير ببريشر على الميتال وأيضا التأثير بهيت على الميتال حتى تتكون الويلدينج جوينت. الكلام ده معناه انه علشان تتكون وصلة اللحام فبنأثر على المعدن او الجزئين من المعدن باستخدام ضغط جاي عن طريق ميكانيكال فورس، قوة ميكانيكية بتأثر على الورك بيس علشان تحصل عملية اللحام. بالإضافة لكده مش بس البريشر، كمان بنحتاج إنه يكون فيه هيت أو حرارة علشان تتم عملية اللحام. مصدر الحرارة دي في عمليات البريشر ويلدينج أيضا بيكون ليه مصادر مختلفة، وعلى أساسه بنلاقي إنه في أنواع مختلفة للبريشر ويلدينج زي الريزيستنس ويلدينج والفريكشن ويلدينج. هنبدأ نتكلم على الريزيستنس ويلدينج أو لحام المقاومة الكهربية، وهو أحد أنواع عمليات اللحام بالضغط أو البريشر ويلدينج. الطريقة دي بتستخدم في تطبيقات كتير جدا في الصناعة، وخاصة عمليات اللحام الميتال شيتس، الألواح المعدنية الرقيقة اللي سمكها بيبقى صغير نسبيا، يعني حوالي من 6 لـ10 مليمتر. بتعتمد الطريقة دي على استخدام التيار الكهربي لتوليد حرارة بالإضافة للتأثير على المعدن ببريشر أو بضغط جاي من 2 إلكترود، بالتالي الحرارة أو الهيت مع البريشر الضغط المؤثر من الإلكترودز في نقطة معينة هيبدأ يكون الويلد جوينت. علشان نحسب مقدار الحرارة المتكونة نتيجة إنه في إلكتريك ريزيستنس جاية نتيجة مرور تيار كهربي بالورك بيس، عندنا المعادلة الموجودة قدامنا دي لحساب مقدار الحرارة المتكونة لعمل الويلدينج جوين دي. مقدار الحرارة بالجول بيساوي حاصل ضرب الكرنت أو التيار الكهربي سكوير في مقدار الإلكتريك ريزيستنس بوحدتها الأوم في مقدار التايم أو الزمن اللي بيحصل فيه مرور التيار الكهربي في الورك بيس، وده بتبقى وحداته بالسكندز. هو التيار الكهربي بيبقى عالي جداً، بيمر فترة زمنية قصيرة في صورة بالسز. تعالوا نشوف مع بعض الإلكتريك سيركت أو الدائرة الكهربية اللي بيعمل بيها ريزيستنس ويلدينج تكنيك. عندنا دي الدائرة الكهربية مكونة من AC باور سبلاي، يعني مصدر للتيار الكهربي المتردد، متوصل بـ 2 إلكترودز مصنوعين من الكبر أو من النحاس. التو إلكترودز دول عن طريق ميكانيزم، الميكانيزم ده بيكون موجود في الريزيستنس ويلدينج ماشين، يعني عبارة عن طريقة بيتم بيها ضغط التو إلكترودز دولت على الورك بيس. هنا عندنا دولت التو شيتس اهم، دي اتجاه الفورس الضغط اللي بيحصل، فمع الضغط ومع مرور التيار الكهربي زي ما قلنا بتتولد الإلكتريك ريزيستنس اللي بتشكل أو بتولد هيت في منطقة اللحام هنا طبعا مع الضغط والحرارة، فبتبدأ يحصل لحام للتو بليتس في النقطة دي. عندنا مجموعة من عمليات اللحام اللي بتعمل بنفس مبدأ الريزيستنس ويلدينج،
نفس مبدأ لحام المقاومة الكهربية، لكن هنلاقي ان في بعض الاختلافات زي اختلافات في الورك بيس او اختلافات في شكل الالكترود. من هنا جاء تصنيف لعمليات ريزيستنس ويلدنج لاربع انواع. الاربع انواع دولت هما السبوت ويلدنج، السيم ويلدنج، البروجكشن ويلدنج، والبوت ويلدنج. كل نوع من دول بيعتمد على نفس المبدأ، لكن هنلاحظ تغيير في شكل الالكترود او شكل الورك بيس. هنشوف دلوقتي بالتفصيل كل نوع من دول ايه هي فكرة عمله وايه هو شكل السيت اب المعد لتنفيذ البروسيس. اول نوع من انواع الريزيستنس ويلدنج هو السبوت ويلدنج او لحام النقطة. السبوت ويلدنج بيستخدم في حالة عمل لاب جوينتس او وصلات تراكبية مكونة من thin metal sheets، يعني الواح سمكها صغير جدا في حدود 10 مليمتر. بنستخدم هنا الفورس اللي جاية من 2 electrodes نتيجة الضغط pressure force، بالإضافة أيضا للهيت اللي هتيجي نتيجة مرور التيار العالي بالإلكترودز دي. مع استمرار ضغط الإلكترودز ومع مرور التيار الكهربي اللي هيعمل أو هيكون هيت في منطقة التقابل اللي بين التو إلكترودز دي، فيبدأ يعمل ميلتنج للميتال هنا، وبالتالي يبدأ يحصل الويلدد جوينت اللي بنسميها هنا الويلد ناجت، اللي هي بقعة اللحام أو نقطة اللحام دي. علشان كده هو اسمه سبوت ويلدنج، فهو هنا عملية اللحام مش بتكون في صورة خط زي اللي تعودنا عليه في المحاضرة السابقة لما كنا بنتكلم عن الأوكسي أسيتيلين والإلكتريك أرك ويلدنج. الويلد ناجت هنا عبارة عن نقطة لحام، نقطة اللحام دي بعملها في المكان اللي أنا محتاج فيه أعمل وصل ل 2 sheets بطريقة اللاب جوينت. ممكن أبعد بعد كده بالشيت أو أحرك الشيت كده تحت الإلكترودز، أروح في مكان تاني وأبدأ أعمل وصلة لحام تانية، أعمل ويلد ناجت تانية علشان أعمل سبوت ويلد في نقطة تانية. ده شكل الويلد ناجت اللي هي بقعة اللحام أو نقطة اللحام اللي بتتكون نتيجة ضغط الإلكترودز على التو ميتال شيتس. لو جينا نشوف الخطوات اللي بتتم بيها الطريقة دي، عندنا أول حاجة التو ميتال شيتس بيكونوا ساندين على الإلكترود السفلي، ده مكان الإلكترود العلوي. التو إلكترودز بيكون هنا شكلهم كونيكال مخروطي. نبدأ بعد كده تحريك الإلكترود العلوي، فيبدأ يضغط على التو شيتس فتبدأ تتكون بريشر فورس من فوق ومن تحت. الضغط بيكون في نقطة محددة. مع بداية مرور التيار الكهربي العالي زي ما قلنا، تبدأ تتكون درجة أو تبدأ تعلى درجة الحرارة في مكان التقاء التو ميتلز عند الكونتاكت بتوين التو إلكترودز، تبدأ يحصل ميلتنج للميتل في النقطة دي، وبالتالي تبدأ تتكون الويلد ناجت اللي هي نقطة اللحام اللي بتتكون تحت مكان الإلكترودز. بعد كده بيترفع الإلكترود العلوي، وبكده تكون حصلنا على سبوت ويلدنج في نقطة على الشيت. بعد كده لو احنا عايزين نعمل نقطة تانية، فبنبدأ نحرك الشيت وبننزل بالإلكترود العلوي مرة تانية ونشغل التيار، فيبدأ التيار يمر بالورك بيس، وبالتالي تتكرر البروسيس ونعمل ويلد ناجت تانية وتالتة وهكذا. ده بنسميه السبوت ويلدنج أو لحام النقطة. يستخدم لحام النقطة للحام زي ما قلنا عمل وصلات لاب جوينتس في الثين شيتس أو الألواح المعدنية اللي سمكها صغير. بيستخدم أيضا في الحالات اللي ببقى عايز أعمل لحام لتو شيتس في عدد كبير من المنتجات، فهي تعتبر بروسس سريعة سهلة فكرتها، وكمان دقيقة جدا بحيث أنه أقدر أحصل على كواليتي جيدة لوصلة اللحام دي، يعني جودة عالية، وفي نفس الوقت نقطة اللحام قوية جدا مش من السهل ان انا افكها او ان انا افصل التو شيتس دول عن بعض. النوع الثاني عندنا من انواع عمليات الريزيستنس ويلدنج هو السيم ويلدنج او لحام الخط. السيم ويلدنج بيستخدم دايما في عمل لحامات للثين ميتال شيتس اللي مساحتها كبيرة جدا، اللي بتستخدم مثلا في صناعة الحاويات اللي هي البراميل الكبيرة اللي بتحتوي على سوائل، أو مثلا صناعة الهيت اكستشينجرز اللي هي المبادلات الحرارية، اللي هي أيضا عبارة عن اسطوانات كبيرة مصنوعة من الثين ميتال شيتس بتبقى ملحومة بلحام خطي. ففكرة السيم ويلدنج إنه
لحام على صورة خط، مهواش لحام نقطة زي السبوت ويلدينج، وبالتالي فبستخدمه في حالات التطبيقات اللي هبقى محتاج فيها أمنع التسريب، إنه يبقى فيه ليك تايت، يعني منع لتسريب السوائل الموجودة داخل الحاويات دي أو الأسطوانات أو البراميل الكبيرة دي. فعلشان كده أنا بستخدم السيم ويلدينج في حالات لحام اللارج ميتال شيتس اللي بتستخدم في الصناعات زي الكونتينرز والهيت اكستشينجز. طيب ايه هي فكرة عمل السيم ويلدينج؟ السيم ويلدينج نفس الالكتريك سيركت اللي شفناها في ريزيستنس ويلدينج بشكل عام وفي السبوت ويلدينج. عندنا اي سي باور سبلاي، التيار مصدر للتيار المتردد، متوصل بيه 2 الكترودز. شكل الالكترودز هنا عبارة عن ويلز او ديسكس، يعني عبارة عن طارة او ويل. الويلز دي مصنوعة من الكبر، طبعا واحد فيهم بيبقى بوزيتيف والتاني نيجاتيف، هما دولت التو الكترودز في البروسيس هنا. زي ما احنا شايفين كده التو ويلز بيلفوا عكس بعض، وبالتالي في حركة التو شيتس اللي هيتم لحامهم بتتم في حركة خطية، بحيث انها الميتال ده بيحصل له فلو في الاتجاه ده. طبعا مع البريشر المبذول من التو ويل الكترودز دولت بالإضافة للهيت اللي هتتكون هنا نتيجة الالكتريك كارنت التيار العالي اللي مر من الالكترودز للورك بيس، فبنجد انه بتحصل عملية لحام continuously على كل الطول اللي مرت عليه التو الكترودز دولت. وبالتالي من البداية من هنا كده بيدخل التو شيتس، يبدأ يحصل اللحام، ما بتحصلش في صورة نقط بل بتحصل في صورة خط مستمر. فزي ما احنا شايفين كده الخط الاحمر ده هو ده الويلدد ميتال جوينت، او التو ميتالز موصولين هنا او ملحومين في الخط ده، هو ده شكل اللاين اللي حصل له اللحام. لو بصينا هنا يمكن الفيجر دي بتوضح اكتر كده اتجاه الحركة. دولت ده الالكترود ويل، اتجاه الحركة بتاعتهم بيلفوا عكس بعض، وبالتالي فبيدفعوا الميتال شيتس للحركة في هذا الاتجاه. طبعا الجزء اللي تم لحامه هو الجزء اللي على اليمين، الجزء اللي لم يلحم لسه هو الجزء ده اللي على الشمال. ثالث عملية من عمليات الريزيستنس ويلدينج هي عملية البروجكشن ويلدينج او لحام البروز. لحام البروز بتشبه السبوت ويلدينج ولكن مع بعض الاختلافات. الاختلاف هنا موجود في شكل الالكترودز وايضا في شكل الميتال شيتس. احنا عندنا كنا في السبوت ويلدينج بنشتغل ب 2 كونيكال الكترودز، هنا احنا عندنا في البروجكشن ويلدينج فلات الكترودز. بالاضافه لكده عندنا كمان الميتال شيتس، واحد فيهم فلات شيت عادي جدا، اما الجزء الثاني عباره عن ميتال شيت في بعض البروجكشنز او النتوءات او البروزات. النتوءات دي او البروز ده بيبقى شكله سيركولر كده زي ما انتم شايفين. تخيل معايا كده الضغط بتاع الالكترودز، احنا دايما بيبقى الالكترود السفلي ده بيتثبت عليه الشيت، واللي بيتحرك بيبقى الالكترود العلوي. الالكترود العلوي بيبدأ يضغط على الشيت العلوي وهكذا، فتبدأ تتكون بقى البريشر فورس اللي هي قوة الضغط على التو شيتس. مع مرور الكارنت اللي بقيمة عالية جدا فبيبدأ يحصل هيتينج في منطقة البروجكشنز دي، مع الحرارة العالية تبدأ يحصل ميلتينج للميتال عند مناطق البروزات دي أو البروجكشن، فبيبدأ يحصل ويلد ناجت في كل منطقة فيها بروجكشن. اللي بيحصل إنه الهيت والبريشر بتبقى مركزة أكتر عند النقط دي، وبالتالي مع استمرار الضغط فبيبدأ يحصل ميلتينج للمعدن وبتتكون الويلد ناجتس عند أماكن البروجكشن. يبقى في الحالة دي كل ما احتاج عدد اكبر من الولد ناجتس فده معناه ان انت لازم يكون عندك ميتال شيت في عدد كبير من البروجكشنز. تستخدم الطريقة دي في كتير من التطبيقات، يعني في صناعات الاجهزة الكهربائية وصناعات الاجهزة الالكترونية، في صناعات السيارات ايضا، في بعض صناعات الاجهزة الدقيقة زي السنسورز، بعض الصناعات الكبيرة زي البامبس. كل دي مجالات يمكن استخدام البروجكشن ويلدينج في عمليات لحام الميتلز في هذه التطبيقات.
اخر نوع عندنا من انواع عمليات الريزيستنس ويلدنج هو البات ويلدنج. البات ويلدنج يعني اللحام التقابلي او التناكبي. معنى كلمه تقابلي او تناكبي يعني اللحام من انه بيتم لحام طرفين الاجزاء، لحام الاجزاء من اطرافها من الانتس بتاعتها. بيستخدم النوع ده في حاله ان انا عايز الحم ثيك بليتس مثلا، يعني شيتس سمكها كبير اللي هي بنسميها البليتس، او في حالة ان انا عايز الحم بارز سلندريكال بارز. في الحالة دي انا هستخدم الريزيستنس ويلدنج بالبرنسبل بتاعه اللي احنا فهمناه. هستخدم الالكترودز، وهنا في الحالة دي هي عبارة عن كلامبينج بارز، اجزاء بتمسك المعدن مصنوع ايضا من النحاس، والالكترودز دي متوصلة بالاي سي باور سبلاي. الالكترودز عندنا واحد ثابت اللي هو ستيشنري كلامبينج، ده هو ده ثابت في الجزء الاولاني من الميتال ورك بيس، والجزء الثاني من الورك بيس ممسوك بالموفابل كلامب، جزء ثاني متحرك اللي هو الجزء الالكترود اللي ماسك الجزء اللي هيتحرك عشان يضغط على الجزء الثابت الممسوك بالستيشنري كلامب. طبعا هنا احنا عندنا البريشر فورس اللي بنضغط بيها ايضا مع الاي سي باور سبلاي، هيبدأ يحصل تيار وهيحصل هيتنج للمنطقة اللي هي في أطراف التو بارتس مع الضغط عليهم بالبريشر، فيبدأ يحصل الويلدنج جوينت اللي موجودة في الأطراف. بتستخدم الطريقة دي في تطبيقات كتير، ومن أهمها لحام قضبان السكك الحديدية، لحام السلندريكال بارز زي ما قلنا اللي هي الأعمدة الطويلة المصمتة، أو لحام البليتس السميكة. في نهاية كلامنا عن عمليات اللحام، عايزين نقارن كده بين وصلة اللحام الجيدة اللي ما فيهاش عيوب وبين الوصلة اللي فيها ديفكتس، وإيه هي أنواع الديفكتس أو العيوب اللي ممكن تنشأ في وصلات اللحام. الحقيقة كل عملية لحام على حسب نوع البروسيس دي بتعتمد على مجموعة من البارامترز أو العوامل اللي بيتم اختيارها من البداية، واللي على أساسها هتتم العملية بصورة ناجحة، وهنحصل على good welded joint، وصلة لحام جيدة خالية من الديفكتس أو العيوب. فمن أهم البارامترز دي اللي بتحدد عملية اللحام هو يعني اختيارنا لنوع مثلا الميتال الفيلر ميتال، اختيارنا للتمبريتشر، اختيارنا لشكل تحضير الورك بيس قبل عملية اللحام، وهناك كونديشنز كتير قوي بيتم اختيارها بداية قبل ما تبدأ البروسيس. لو تم اختيار كل البارامترز دي بصورة جيدة وصحيحة هتتم البروسيس بشكل صحيح ونحصل على جود ويلدد جوينت. الفيجر دي بتورينا شكل الباسز اللي بيعملها اللحام علشان يبني وصلة لحام. الباسز دي بتتم بطريقة منظمة ومرتبة، بتبدأ من الأسفل، بيبدأ يعمل باس ويلدنج باس، وبعد كده يبدأ يبني فوقيه layers من اللحام، وهكذا بالتبادل layers بالتبادل حتى ما يوصل لسطح الورك بيس وتنتهي عملية اللحام بأكتر من باث على السطح لحد ما يغطي الويلدنج جروف ده كله. في النهاية علشان أحصل على شكل مثالي للجوينت لازم يكون شكل الويلدنج جوينت هو الشكل الأيدل ده اللي هو ده الشكل المثالي، وصلة لحام متكاملة، المعدن مغطي السطح، كمان حاصل له بنتريشن للأسفل، حاصل ميلتنج لكل الجوانب بتاعة الميتال، وحاصل بينهم ميكسنج بينها وبين الميتال بتاع الفيلر، وشكل الوصلة زي ما احنا شايفين كده ما فيهاش أي عيوب أو ديفكتس. طيب لو حصل ديفكتس هتبقى شكلها ازاي؟ يعني لو حصل اختيار حاجة من الكونديشنز اللي احنا قلنا عليها دي او البارامترز بتاعت العملية بشكل غير سليم ايه اللي هيحصل؟ هتحصل احد انواع الديفكتس اللي موجودة عندنا دي. اولا عندنا نوع من انواع الديفكتس او العيوب اسمها الكراكس. الكراكس يعني الشقوق او الشروخ اللي ممكن تحصل على سطح اللحام، او ممكن تحصل الشقوق دي داخلية يعني جوه المعدن انا مش شايفها. الشروخ دي ممكن تتحرك مع لو احنا اثرنا على سطح المعدن ده باجهادات وتعرض لاجهادات اثناء
البروسيس او الابليكيشن اللي موجوده فيه الورك بيس دي، فنلاحظ ان ممكن الكراكس دي تزيد او تفتح بالطول لحد ما تفصل الجزئين عن بعض، وده بيسبب انهيار مفاجئ لوصله اللحام دي، وبالتالي فبتنهار الوصله وما بتتحملش اي حاجه، بتتحملش اي اجهادات، لان الكراكس من البدايه كده بتقلل قوه الوصله دي، فلو اتحمل عليها هتتكسر نتيجه وجود الشروخ دي. النوع الثاني من انواع الديفكتس اسمه البروزيتي، وده نوع من الانواع البروزيتي بيسمى بالعربي البخبخه او الفجوات الهوائيه. الفجوات الهوائيه دي عباره عن غازات اتحبست جوه معدن اللحام، ما حصلش ليها تسريب للخارج، يعني ما تسربتش الغازات دي للخارج اثناء البروسيس، وتجمد المعدن اللحام اللي كان منصهر ده، وفضلت البروزيتيز دي او الفجوات الهوائيه دي محبوسه جوه المعدن. طبعا الفجوات دي بتضعف برضو الوصله، وايضا بتخليها ما تحتملش او اي اجهادات تتعرض ليها تماما، يعني بتضعف الوصله نتيجة للفجوات الداخلية دي. عندنا أيضا نوع من أنواع الديفكتس هو اسمه الأندركت. الأندركت ده اللي موجود بيكون على السطح هنا، نحر في المعدن بحيث إنه بتلاقي الكاب بتاعة الويلدد جوينت ما هياش كاملة من الأطراف هنا. ده عبارة عن عيب سطحي بيظهر كمجرى في المعدن، المعدن الأساس اللي هو ده، وده بيظهر كمجرى على سطح المعدن على طول خط اللحام. بيظهر ده نتيجة اختيار بارامترز برضو غير صحيحة، زي مثلا اختيار أمبير مرتفع، تيار عالي أكتر من اللي كان مطلوب استخدامه، أو استخدام مثلا سلك لحام أو فيلر غير متطابق مع معدن الأساس اللي هو البيز ميتل. كل دي أسباب ممكن تؤدي لظهور الأندركت. عندنا أيضا السلاج انكلوجنز. سلاج انكلوجنز معناها شوائب، الشوائب دي شوائب بتكون شكلها عشوائي بعد ما الويلد جوينت اتعملت، قبل ما تتجمد دخلت فيها بعض الشوائب، حصل تجمد للوصلة وتحولت من الحالة الميلتد للحالة السوليد، وفضلت الشوائب دي موجودة جوه المعدن. طبعا اللي بيحصل انه المفروض بعد ما اللحام بيعمل باسز من المعدن، اذا كان في شوائب فبيبدا يشيلها قبل ما يعمل الباس الجديده. فالسلاج انكلوجن بتبقى عباره عن شوائب لم يتم ازالتها عند اضافه طبقه لحام او باس من اللحام فوق اللحام اللي تم عمله. عندنا ايضا السباتر. السباتر ده برضو نوع من انواع الديفكتس، بيحصل على طول خط اللحام، بيحصل فيه تناثر لأجزاء متطايرة من سلك اللحام وهو منصهر، يعني طرطشة من المعدن المنصهر ده حوالين وصلة اللحام وعلى طول خط اللحام. طبعا ده بيخلي الشكل الخارجي لوصلة اللحام غير جيد، والفينشنج بتاع الورك بيس السيرفس فينش النهائي شكله غير جيد. عندنا كمان الانكمبليت فيوجن. انكمبليت فيوجن معناها انصهار غير مكتمل للبيز ميتال. البيز ميتال عندنا اللي هو الجزئين دول. طيب احنا عندنا هنا زي ما احنا شايفين كده الطرف ده جزء من الميتال، البيز ميتال، واضح ان هو ما انصهرش، فحصل هنا انصهار غير مكتمل للمعدن الاساس، وبالتالي ما حصلش لحام، بقى فيه فجوة هنا بين معدن اللحام وبين المعدن الأساس. طب ده أسبابه إيه؟ أسبابه إن ممكن يكون درجة الحرارة اللي كانت مستخدمة في العملية غير كافية، فأدت إلى إنه الانصهار ما يتمش بشكل كامل للجوانب بتاعة المعدن، وبالتالي ما حصلش اندماج بين المعدنين، معدن الأساس ومعدن اللحام أو الفيلر. الديفكت أيضا اللي عندنا هنا اسمه incomplete penetration. incomplete penetration يعني ما حصلش تغلغل للحام لحد النهاية هنا، لحد نهاية الوصلة. الجزء ده بنسميه الروت أو الجذر بتاع وصلة اللحام، الويلد روت، نقص في الانصهار عند منطقة الويلد روت.
يعني الباص اللي هنا ما تعملش او غير مكتمل. زي ما قلنا كده في الحالة الايديال الباصص بتبدأ من تحت، يبدأ يملأ اللحام الويل جوين كلها بباصص متتالية وكلها ايه فوق بعض، يعني بطريقة متتالية. فبالتالي لو ما عملش الجزء ده او الجزء ده لو ما كانش فيه بنتريشن للمعدن كامل، فبنسمي الحالة دي حالة incomplete penetration. الديفكت الاخير عندنا هو الاوفرلاب. الاوفرلاب معناه التراكب، يعني انه المعدن خارج منه جزء زيادة، معدن اللحام ده هنا جزء زيادة راكب على معدن الاساس من الخارج. ده نتيجة ليه؟ انه حصل تدفق لمعدن اللحام بصورة كبيرة جدا على السطح من غير ما ينصهر ومن غير ما يندمج، يعني ما حصلش اندماج بينه وما بين السطح الورك بيس. هو زاد، هو عمل يعني معدن اللحام كمية زيادة ظهرت على السطح هنا من غير ما يحصل بينها وبين معدن الأساس ميلتينج، ما انصهروش مع بعض وما اختلطوش مع بعض، فبالتالي بيظهر الشكل بالطريقة دي. ده أيضا من أسباب ضعف وصلات اللحام، الأوفرلاب شكلها من الخارج بيبقى شكلها عادي، ولكن هنا في مفيش ميلتينج ومفيش انصهار وتماسك بين الجزئين او الاطراف لوصلة اللحام. دي اشكال مختلفة من اشكال الويلدينج ديفكتس. وزي ما قلنا كل ما بنختار الويلدينج بارامترز او الكونديشنز ظروف عملية اللحام كتمبريتشر، كنوع معدن اللحام او نوع الفيلر ماتيريال، كنوع البيز ميتال، كتحضير وصلة اللحام من البداية، كل دي ظروف لو تم اختيارها بشكل صحيح هتؤدي للحصول على good welded joints ما فيهاش اي نوع من انواع الديفكتس اللي موجودة قدامنا دي. بكده نكون انتهينا من محاضرة اللحام. يا رب يكون الجزء ده واضح ان شاء الله. لو عندكم اي اسئلة تخص جزء اللحام ابعتولي اسئلتكم وان شاء الله هرد عليها.